الأمن التايلاندي ينشر الآلاف من عناصره في العاصمة بانكوك بالتزامن مع الدعوات لتنظيم مظاهرات للتنديد بالانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد الشهر الماضي. الإجراءات الأمنية لم تحل دون إقامة تجمعات لعدد من المحتجين الذين رفعوا بأيديهم الشعارات المناهضة للانقلاب. الإشارة التي نرفعها تعني مناهضة الانقلاب، نريد الديمقراطية ولا نرغب في سيطرة الجيش. وكان أحد قادة جماعة القمصان الحمر الموالية للحكومة التي أطاح بها الجيش الشهر الماضي قد دعا أنصاره إلى التظاهر في منطقة التسوق المركزية، فيما توعد رئيس المجلس العسكري الذي يدير البلاد بملاحقة المتظاهرين وعائلاتهم أمام المحاكم العرفية.